مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء وهذه الحلقة من فقه الحياة. كثير من الناس في هذه الأيام يأمل ويسعى لتحقيق الأمن والأمان. الأمن والأمان من الابتلاءات، الأمن والأمان من المحن والصعوبات التي يواجهها الإنسان في حياته. أحد الوسائل الضامنة لتحقيق هذا الأمن هو الاستغفار. الاستغفار يمحو الذنوب والخطايا، الاستغفار يحقق البركة في الأرزاق، الاستغفار هو فعل الأنبياء، هو سلوك الأنبياء الذي داوموا عليه وقالوا للناس أن يداوموا عليه أيضا. الاستغفار يخرج العبد من دائرة الأعمال المنقوصة إلى الأعمال المكتملة، من الأعمال الغير مرغوب فيها أو المكروهة إلى الأعمال المحبوبة. يخرج العبد من المكانة التي هو عليها إلى مكانة ومرتبة أعلى. كل هذا يتحقق بفضل الاستغفار. للحديث حول هذا الموضوع تدور هذه الحلقة من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. مرحبا بحضرتك. مرحبا، أهلا بكم وسهلا. مشاهدينا متواصلون معكم بعد الفاصل. مشاهدينا، لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. أجدد لحضرتك التحية دكتور. مرحبا، أهلا بكم وسهلا. بداية أود من حضرتك معرفة ما الفرق بين الاستغفار والتوبة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ماذا أقول إذا سئلت عن المليك عن الإله؟ أقول جل عن الحديث عن الكلام عن الرواه، أقول أعبده بإيماني ولا أخشى سواه، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا غيرك في الأمور فيقصد، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل العالمين توحد، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، الوحش كبره، الحوت في بطن البحر ناداه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة عليه، فما خلق الرحمن أجمل ولا أكمل ولا أنور ولا أظهر ولا أعلى ولا أغلى ولا أسنى ولا أشرف ولا أكرم من رسول الله سيدنا محمد. الغيم ظلله، الضرع حنله، الظبي اشتكت البلوى فأشكاها وفاض الماء من يده، وجاء لنا بنور شق ظلماها، وما مشى على شجر ولا حجر إلا وقال سلام الله يا طه، الله أكبر، نحن الفائزون به، ولن يفوز سوى من وحد الله. حقيقة في هذه السانحة الطيبة نتحدث عن الفرق بين الاستغفار والتوبة. التوبة المولى تبارك وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وتوبوا إلى الله جميعا. ولكن الاستغفار أخي يختلف عن التوبة، وإن كان هنالك بينهم قاسم مشترك، وهو الرجاء وهو التوسل وهو طلب الحاجة، وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء الذين يستغفرون المولى عز وجل قد يكونون قد أصابوا ذنبا أو أصابوا شيئا من قبيل اللمم أو شيء من قبيل المعاصي، ومع ذلك يستغفرون، يستغفر لذنبه حتى يعود إلى جادة الإيمان. وبالأسحار هم يستغفرون، هؤلاء التائبون العابدون الذين أصيبوا في شيء من مناحي الحياة لجوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين التوبة والاستغفار، الاستغفار تصحبه شيء من قبيل المحبة والسكينة والتوسل وطلب الحاجة،
ولذلك يكون دائما أوقاته في وقت السحر، في وقت يتدلى الملك تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما يأتي وقت السحر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقي من سدس الليل الأخير يتنزل المولى عز وجل نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي: هل من تائب أتوب عليه؟ يبقى هذا هو التائب. هل من مستغفر أغفر له؟ هل من صاحب حاجة أقضيها له؟ حتى تطلع الشمس من مغربها، أي إلى يوم القيامة. ولذلك أوثر على الشيطان الرجيم والعياذ بالله، قالوا عزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أجسادهم في أرواحهم، فقال تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ما دمت تستغفرين المولى عز وجل وتلجئين إليه وتنيبين إليه، هذا اللجوء وهذه الإنابة يدل على أن المولى عز وجل أصبح محبا لك، لأنه لو لم تكوني محبة للملك لو ما أوقظك في هذه الساعة تقولين يا رب. قال أحدهم للسيدة رابعة: أتزعمين بأنك المولى يحبك؟ قالت: نعم. قال: وكيف وأنت الضعيفة المسكينة والمولى هو الكريم؟ فقالت: أو ما قرأت قول العلي الأعلى يحبهم ويحبونه؟ هو بدأ بالحب، هو بدأ بالنوال قبل السؤال. يا رب، يا من تعطي النوال قبل السؤال، ندعوك دعاء المضطرين أن تجبر خاطر كل المحزونين وتفرحهم، كل من يستمع إلينا الآن. يا رب، ندعوك باسمك الرحيم الرحمن الوهاب العظيم أن تدخل السرور على كل محزون، وأن تجبر كل مكسور، وأن تحفظ مصرنا وتجعلها واحة للأمن والأمان. يا من قلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. طب فضيلة الدكتور، يعني فضائل الاستغفار وفضائل كثرة الاستغفار. لبس ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمور أنت تعلمها، أشكو إليك ديون أنت تعلمها، أشكو إليك حاجات أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. مددت يدي إليك بالذل معترفا، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا ربي بالذل خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. أحدهم دخل إلى الحرم وجد أحد الناس رافعا يديه: إلهي وسيدي، ارحم حالي، ارحم ضعفي، أرجوك. وظل يبكي وينتحب حتى وقت طويل من الليل، فوقف الرجل يقول: إلهي وسيدي، أنا عبد الضعيف المخلوق، رق قلبي لهذا الرجل، وعزتك وجلالك لو كنت أملك قضاء الأمر لأعطيته له، أدعوك باسمك الكريم أن تعطيه. فلما سأل عن الرجل قال: كيف حالك؟ يهاتفه بعد انتهاء فترة العمرة، قال: أتدري ليلة كذا عندما كنت أبكي وجئتني وكأنك تربت على كتفي؟ قال: نعم. قال: اتصلوا بي من القاهرة وقالوا زوجتي القعيدة شفيت ومن أمراضها برئت وأصبحت وكأنها في سن الصبا، بدعوات رقيقات ترفع إلى من قال دعوني أستجب لكم. فهذا الاستغفار، عليك بالاستغفار وعليك بالدعاء في كل مناحي الحياة إذا كنت تريدين أمرا أو أمور، لأنه تعدد الأمور وتعدد النيات في دعاء واحد مقبول. يا ربي أدعوك أن تشفيني، أدعوك أن تمنحني، أدعوك أن تعطي أولادي، أدعوك أن تحفظ مصر، أدعوك، يعني هذا الأمر فيه سعة وفيه تعدد وفيه مرونة في الدعاء وتعدد النيات في دعوة واحدة. الإمام الشافعي قال: جائزة، يعني بدعوة واحدة تستطيعين أن تقرأين الفاتحة لأبيك أو لأمك، وتدخلين مع هذه الأم أو هذا الوالد ما شئت من الأحباب والأصدقاء، تدعين لفلان الذي طلب منك الدعاء، ولا بأس ولا ضير أن تدخلي معه غيره
فإذا فوائد الاستغفار لا يعني نستطيع أن نحصرها في جزئية واحدة، بل في كل مناحي الحياة. إن أردت مالا قول يا رب، إن أردت عطاء قول يا رب، إن أردت سترا قول يا رب، إن أردت صحة قول يا رب. جاء رجل الإمام الحسن البصري وقال: يا تقي الدين أريد مالا. فقال: استغفر الله. ينصرف، ثم في مجلسه أحد الناس يستمع إلى آخر يقول: يا تقي الدين أريد كذا. قال: استغفر الله. جاء الآخر وقال: يا تقي الدين إنني أتمنى أن تكون لي أموال وبساتين. قال: استغفر الله. فبعد أن انصرفوا قال الرجل: سيدي، رأيت هؤلاء لهم دعوات مختلفة وحاجات متعددة وكأنها متناقضة في طلباتها، هذا يريد زوجة وهذا يريد دار وهذا. قال: أو ما قرأت قول العلي الأعلى فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن إذا أردت أمر من الأمور استغفري المولى عز وجل في وقت الصحر، وقت أن ينزل الملك تبارك وتعالى وينادي: هل من تائب أتوب عليه؟ أنا يا رب. هل من مستغفر أغفر له؟ أنا يا رب. صاحب حاجة؟ أنا يا رب. فتعدد النيات وفوائد الاستغفار لا يستطيع أن أحد الناس يعددها، كثيرة جدا. فضيلة الدكتور، يعني الحديث عن الاستغفار بهذا الشكل، نعم، يأخذنا للحديث عن الدعاء. نعم. هل هناك فارق ما بين الاستغفار والدعاء، أم أن الاستغفار هو نوع من أنواع الدعاء؟ هو نوع من أنواع الدعاء المخصوصة، لأن الاستغفار عادة يكون في وقت السحر، أجمل أوقات وقت السحر، ولكن الدعاء في كل وقت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن لتخصص الدعوة في وقت الاستغفار، كوني أمزج هذا الدعاء بشيء من قبيل التوسل: إلهي أدعوك، أتوسل إليك، أرجوك، أتقرب إليك. لا سيما إذا كان مع هذا الاستغفار شيء من قبيل الصدقات، قدموا بين نجواكم صدقة، لا شيء من قبيل القربة لله عز وجل. ولذلك هؤلاء الذين يستغفرون بالأسحار، المولى تبارك وتعالى يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن ما بين الاستغفار والدعاء شيء من قبيل الصدقات. تصاب إحدى البنات بمرض خطير، فما كان من أبوها إلا أن يذهب إلى أحد الدعاء، فبما تنصحني؟ قال: أنصحك بأن تتصدق. ظل يتصدق الرجل بأمواله، على آخر صدقة كان الشفاء من المولى عز وجل. إذن الاستغفار هو شيء من قبيل الخوف من المولى عز وجل. أرجوك أن تقبلني يا رب، أرجوك أن تسترني يا رب. ويبالغ في الدعاء ويبالغ في الاستغفار، عند ذلك المولى عز وجل بكرمه يعطيه ما تمنى. نعم. طب الحديث عن الاستغفار يأخذنا إلى الحديث عن الشروط الواجبة حتى يقبل هذا الاستغفار. هل هناك صيغة معينة للاستغفار، أم أن قول محدد هو أو أكثر من قول وارد استخدامه في الاستغفار؟ الشروط غير الصيغة، الصيغة في الدعاء في الألفاظ. نعم. إنما الشروط شروط بمقتضاها يصل الدعاء. أولا نبدأ بالشروط. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سيدنا سعد ابن معاذ فقال: يا رسول الله، أتمنى أن أكون مستجاب الدعوة، سيدنا سعد بن أبي وقاص. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يبقى أول حاجة أن أكل حلال. لا يجوز للذي أكل الحرام بأنه يطمع في إجابة الدعوة. كل جسم نبت من سحت النار أولى به، ولكن أبدأ بالحلال. أكلت حلالا، تحريت وقت الدعاء، أصبحت وكأنني متيقظ لإجابة الدعوة، لأن المولى عز وجل جعل هنالك أوقات مخصوصة: وقت نزول المطر،
وقت ما بين الأذان والإقامة، وقت وأنت مسافرة وأنت صائمة وأنت ساجدة. إذا هناك أوقات، ألا إن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. يعني أنا مثلا في بداية رمضان، في خواتيم رمضان، في الأيام التي جاءت تعتبر قمرية، في صيام الاثنين والخميس، كل هذه أشياء تعتبر بمقتضياتها بأنك إذا كنت تتلمسين الخير تجدينه إن شاء الله. ولكن أنا أنصح من أراد أن تجاب له دعوة أن يطعم الحلال. نعم. يطعم حلال 40 يوم، ويداوم على الطاعة إن شاء الله يؤتي ثمار الدعاء، وكأنه كالبرق بإذن الله. لا يتأخر عليه العطاء، لأنه أصبح على درجة من القرب لله عز وجل. ولكن رجل يضع رجله في الغرز وماله من حرام والراحلة من حرام، أن يستجاب له، يقول لبيك اللهم لبيك، لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام. وإنما إذا كان الطعام الذي دخل إلى جوفي حلال، وكنت صائم وقمت في هزيع الليل بعد الإفطار، ظللت على الأذكار وعلى الدعاء والقرآن، ثم جاء وقت السحر قمت لله عز وجل مع الدموع، مع الخضوع، مع التوسل، مع البكاء. الإمام أحمد يقول: أنا أعلم متى يستجيب لي ربي. يا إمام، أنت تعلم متى يستجيب لك ربك؟ قال: نعم، إذا دعوت ربي وأخلصت في الدعاء وخشع قلبي وسكنت جوارحي ودمعت عيني، أعلم بأن ربي قد استجاب لي. هكذا التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، التوسل بأسمائه الحسنى، التوسل بحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناس يختلفون في التوسل، يقولون إن الوسيلة هي العمل الصالح، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقولون الوسيلة هي العمل الصالح. أقول: وسيلتنا رسول الله. من هو أول من يحرك حلق الجنة؟ رسول الله. من أول من تنشق عنه الأرض؟ رسول الله. من أول من يجوز الصراط بأمته؟ رسول الله. من أول شافع ومشفع؟ رسول الله. عندما تدنو الشمس من رؤوس العباد يذهبون إلى آدم في حديث الشفاعة، اذهبوا إلى غيري، يذهبون إلى نوح، اذهبوا إلى غيري، يذهبون إلى إبراهيم، اذهبوا إلى غيري، موسى إلى غيري، عيسى إلى غيري. سيدنا عيسى يقول: اذهبوا إلى أحمد، رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. فيسجد عند العرش، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن، سألوا الله لي الوسيلة. هذه درجة في الجنة لعبد صح، أتمنى أن أكون أنا. وإن لم تعطى لرسول الله، لمن تعطى إذن؟ نعم، للحبيب صلى الله عليه وسلم، للسراج المنير، لشق الشهادة. إذن هؤلاء نقول لهم: توسلنا وغايتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي سيأخذ بأيدينا إلى الجنة إن شاء الله، عندما يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. طب فضيلة الدكتور، هل الاستغفار يمحو الكبائر؟ إن شاء الله يمحو الكبائر. نعم. لأنك إذا ما نظرت إلى هؤلاء الذين يستغفرون المولى عز وجل جادوا بأرواح من الله عز وجل، لقول عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام هؤلاء يستغفرون، ما دام هؤلاء يداومون على الاستغفار، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا يعذبهم المولى عز وجل ما داموا يقولون: يا رب تبنا إليك ورجعنا إليك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. طب فضيلة الدكتور، الحديث عن الاستغفار يأخذنا إلى تساؤل البعض أنه يحرص على الاستغفار في كل الأوقات، ويطيب طعامه، يعني لا يأكل من حرام. نعم. ولكن لا يقبل منه، أو لا يشعر بأنه يقبل منه الدعاء. ماذا تقول لهؤلاء؟ أقول بأن الدعاء هو خير، كما قال سيدنا عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة بل أحمل هم الدعاء. فإذا رزقت الدعاء ألهمت الإجابة، إذا ألهمت الدعاء رزقت الإجابة إن شاء الله. إما أن تقضى الحاجة بإذن الله، وإما أن تكفر بها عنك خطيئة،
وإما أن تدخر لك يوم القيامة. لأن الدعاء عبادة، الذين يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي. فالدعاء عبادة، بل قال صلى الله عليه وسلم هي مخ العبادة، ولذلك يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومن قال لك بأنها لم تقضى هذه الحاجات، ومن قال بأنك لم تعطي أفضل مما تمنيت، عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون العطاء فيه بلاء، وقد يكون المنع فيه عطاء، لأن العطاء من الإنسان خسران، والمنع من الرحمن إحسان. فما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليشتبيك. التسليم لله عز وجل، سلم إليه الأمر، عبدي لا تفكر فإن أولي التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا خيرا منك إليك بك، هو أرحم الراحمين، هو أعلم. طب فضيلة الدكتور، من لا يجد أثرا للاستغفار في حياته، يعني ما دلالة هذا؟ أنا لا أظن يعني لا يجد أثرا إلا إذا كان هنالك أشياء يعني يراجعها مرة أخرى، لأنه أكيد هو أعطي. العطاء لا يحسب بحساباتنا، قد يكون العطاء هذا مادي، قد يكون العطاء هذا محسوس، قد يكون هذا العطاء ملموس، قد يكون العطاء هذا تراه العين المجردة، وقد يكون هذا العطاء لا تراه العيون المجردة. وإنما يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، في كل لك الله. إذن أنا ما دمت سلمت الأمر لله وأودعت هذه الوديعة عند الملك وطلبت منه قضاء الأمر، إن شاء الله يقضيها بما يريد هو وليس بما أريد أنا. قد أكون فيما أريده أنا يعني لا يأتي ثماره بالنسبة لي، قد يكون فيه البلاء. دائما نرى أشياء ولكن عندما ننظر إليها فيما بعد يقول يا ليتها ما حدثت، وهناك أشياء حدثت ما لم تحدث نقول الحمد لله بأنها لم تحدث. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصلحك، وليس أنت تستطيعين أن تصلحين نفسك. وذلك سيدنا عمر كان دائما يقول سمعت أبا بكر يقول إذا أردت أن تختار اختار ألا تختار، دعه هو الذي يختار لك. صحيح. يا رب اختار لي، يا رب يا رب إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كان في هذا الأمر في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيه شر لي فاصرفني عنه واصرفه عني وقدر الخير حيث كان، لأنك لا تدري ما هو الذي يصلح حالك. الذي يصلح حالك يعلمه هو. إنما إذا نظرنا إلى أناس كانوا يتمنون أماني وحزنوا لفقد هذه الأماني، بعد ردح من الزمان يقول الحمد لله بأنها لم تأتي هذه الأشياء. وهناك أشياء كأنهم أصيبوا بها، بعد فترة يقول الحمد لله بأننا قد أصبنا. هذا من عطاء المولى تبارك وتعالى، وما كان عطاء ربك محظورا. نعم. طب فضيلة الدكتور، ما الحكمة من ختام الأعمال الصالحة دائما بالاستغفار؟ هذا يعتبر خاتم الأمان، بمعنى إن أنا ربي تقدمت إليك بهذا العمل وأستغفرك إن لم يكن على الوجه الذي ترتضيه، لذلك أستغفرك من تقصيري، أستغفر إليك من فعلتي التي وكأنها شابه شيء من عدم الكمال، فالكمال لك، فإن كنت أنا قد قصرت أستغفرك على تقصيري. فمن أجل الاستغفار يتقبل المولى تبارك وتعالى، فهو أرحم الراحمين وهو أعلم بالأسرار، لأنك خرجت من حولك ومن طولك ومن قوتك إلى قول الذي قال ادعوني أستجب لكم، إن كنت قد قصرت يا ربي اعذرني، لذلك أستغفرك. إن كنت لا أستطيع أن أؤدي ما علي من عمل وقمت بهذا العمل ولكن شابه شيء من التقصير أستغفرك لتقصيري. فالمولى تبارك وتعالى هو جابر المكسورين ومفرح المحزونين وهو أرحم الراحمين. طب فضيلة الدكتور، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم. وهو الله سبحانه وتعالى كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه،
فلماذا كل هذا الاستغفار؟ سيدنا النبي ده أستاذ الأدب، نعم، يعني هو الجمال كله، هو الذي على فوق الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. سيد المتأدبين سيدنا محمد يقول عندما يسأل: يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما هكذا؟ يقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عائشة، إنني قد غفر لي، ولغفرانه لذنبي أنا أصنع هذا. يا عائشة، سيدنا النبي هو الجمال كله، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني يسأل: يا رسول الله، لما هكذا؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو المثال الأعلى لمن أراد أن يسير قدما إلى الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في المجلس الواحد كان يعد لسيدنا النبي 70 استغفار، وفي رواية 100 مرة يقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الجمال والكمال. سيدي، ظللت أخبئ حبي حضر لائمة، فنم دمعي وأفشى سره سقمي، لامني يوما في الهوى أخو عزل، قلت أقصر فإن القلب في صممي، وفي فؤادي بذور الحب قد نبتت، مسكان السبابة في المهد سدي فمي. انظر إليه صلى الله على حضرته وهو يستغفر، وهو الذي أعطي ما لم يعطى الكليم، هو الذي وصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، هو الذي لم يؤمر بخلع نعاله عند سدرة المنتهى، هو الذي أعطي الدرجات التي الأنبياء والمرسلين كلهم تحت لوائه صلى الله على حضرته، ومع ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكيف كان ذلك عندما تحرك السيدة عائشة إحدى أصابع رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت بأنه قد قبض. شفت السجود، شفت الهدوء، شفت البكاء، شفت الدموع من حضرة النبي. أفلا أكون عبدا شكورا؟ سيدي، عيني لغير جمالكم لا تنظروا. أبا الزهراء: عيني لغير جمالكم لا تنظروا، وسواكم على خاطري أبدا لا يخطروا، صبرت قلبي بجمالكم فأجابني، لا صبر لي، لا صبر لي، لا أصبر، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأحشر. عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الدكتور، أيهم أنفع للعبد، الذكر والتسبيح أم الاستغفار؟ والله كلها درجات عالية ما دام غلفت بالإخلاص، وإذا كان الإخلاص هو دليل الركب وصلوا إلى باب الملك، لأن الإخلاص هو العنوان الذي لا يخطئه من أراد السير قدما إلى الله. فإذا ما كان استغفار، دعاء، لأن التوبة عبادة، والاستغفار عبادة، والتسبيح عبادة، والتسبيح عبادة، والذكر عبادة، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أرقى العبادات، أدم الصلاة على النبي وآله، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على حبيبك، يعني يا رب صل عليه كما تحب أنت أن يصلى عليه. ولذلك نقول للمرضى ولهؤلاء أصحاب الحاجات دائما نقول لهم: قولوا: اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهه عندك، فرج عنا ما نحن فيه يا رب. آمين يا رب العالمين. طب فضيلة الدكتور، أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء، عادة ما يجري الوقت مع حضرتك سريعا، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. أنا أشكركم وأقول: يا لطيف اللطف بالقلب الشجي، شفع المختار فينا يا ولي، ليس لنا إلاك يا رب البكي، ارفع البلوى وسامح بالنبي، واحفظ مصرنا حكومة وشعبا. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك بكل خير. أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة، وحتى حلقة قادمة بإذن الله من فقه الحياة، لكم تحيات.